السلام السلام عليكم عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. حبايب ماما سناء يا مسكري، حبايبي بناتي وحرم ولدي عاوزين يشوفوا زمان ماما سناء كانت تعدي الشتاء ايه في الصعيد. ده ما احنا قلنا لها تحكي لنا ايام زمان كانوا بيقضوا الشتاء ازاي في الصعيد او الارياف يعني، في فاحنا جو قلنا الريف. نشارك اخواتنا بقى معانا عشان عارفين ناس كتير بتحب ماما سناء وناس تحكي كتيرة بتطلب لنا ان هي تسمع زمان. القصص دي معانا. عارفين يا بناتي يا حبايبي يا ولادي، زمان كانت ايام كلها خير وايام كلها بركة، وطلعنا كل اللي حضرها كله خير وكله بركة. كنا نعمل ايه يا نور عيني في الشتي؟ كنا نعمل المنجد في وسط الدار، ناس تقول الدار وناس تقول البيت وناس تقول الخارج. حسب كل بلد بقى يا ماما اي احنا نقول على خارج البيت العيلة نقول عليه الخارج، عشان الخارجة كبيرة هتبقى في دنيا نور عيني. في وسط الخارجة كده ونعملوه، ونجيب القلاويح بتاعت الشامي ونكب بالشوال كده ونولع فيه، ونجيب البلح يا نور عيني والسدان والقصب، ونحط الكنكة بتاعت النحاس ده هي يا نور عيني في قلب الولع. مفيش أحلى من شوية الشاي يا ماما بتوع الفحم. ونعمل حبة الشاي يا نور عيني مرة واتنين وتلاتة وأربعة، ونحط المقطف نقول على المقطف اللي فيه البلح والفول السوداني، واللي جاره يدي التاني ويحط في حجر، ونفصصه يا نور عيني. حالات البلحة، البلحة كانت تبقى كد الخيارة دلوقتي، كانت بتبقى أحلى قعدة زي ماما والله عندك. يا ولدي كانت تبقى قعدة جميلة أكيد طبعا، وولاد عمام الشباب وإحنا كنا شباب، وعمامي وجدتي الله يرحمها وابهاتنا الله يرحمهم وعمامنا الله يرحمهم، ونقعد يا نور عين ونجي نفصص بلح، نطلع البلحة دي من جوه نوايتي، ونفصص الفول السوداني ونفتح، ونحط الفول السوداني في البلح يا نور عين، نقول سندوتش البلح مع الشاي بالسدان. بقى يا ماما ولا كنت بتاكل؟ والله يا ولد ناكلوه وحده، واللي عاوز ياكل بالشاي ياكل ونتسلى يا نور عيني. طب ما تاخدينا يا ماما الشتا نقضي هناك، احنا ولدنا اهو والحمد ما لله. ما تقدروش على برد الصعيد يعني. ليه يا ماما؟ ما هنا برد وهناك برد، احنا تقدر. حتى هناك هنولع ونتدفى، برد لكن هنا مش بنولع. واحد ليه يا ماما نتدفى؟ نجرب يا ماما، احنا مش عايلينها من الغطا يا نور عيني والبرد، بس برد عليكم لما تطلعوا ما تقدروش، ورجالتكم نفسها ما تقدرش على برد الصعيد. هنطلع فين؟ احنا نقعد قدام الباب ونولع والثلاث شربات. والله هناك هينسوا نفسهم قدام الولعه. والله العظيم يا ولد هم عندهم جواكت يا ماما، والعيله عندهم جواكت. وانا وراكم، انا اقول لكم انا اروح اشتي لكم هناك واجيب لكم السمنه والجبنه، وانتوا بعدين ابقوا تعالوا فخر الشتي. لا يا ماما نروح هناك عشان نشرب لبن يصحى الصبح، ناخد قعدتنا بالليل نشرب كذا مره شاي، ناكل البلح نمص القصب، وما نجيبوش سيره حد يا نور عين. ما كانتش زي دلوقتي حتى هتتلم اي حد مع اي حد يقعد يجيب سيره الناس النميمه. لا يا نور عيني، الغد الشرقي فيه ربيعي والغد الغربي فيه ربيعي والبحر فيه ايه، والنهارده هنعملوا ايه يا نور عيني؟ وضحك يا نور عيني وكلام جد يا نور عيني، وكلام كله بركه يا نور عيني. وناخد قعدتنا ونصحى، كل واحد يطلع على المطرح اللي هينام فيه ينام، يصحى الصبح الساعه 6 بعد اذان الفجر، نطول نتوضى ونصلي. كان معانا ابويا الله يرحمه ما خليناش ننزل وما متوضينش ونصلي، نصحوا بدري نفتحوا الباب. يعني ماما كنت بتناموا متاخر بقى؟ ناموا متاخر والله يا ولد، ناموا متاخر ونصحوا بدري، نقوموا الصبح بدري نفتحوا الباب ونقولوا ربنا هيقسم الرزق قبل طلوع الشمس، وقت الصبحيه عشان نفتحوا البيبان علشان الرزق يدخل. اللي دلوقتي الباب هيقعد البيوت، لما تقولي بس الباب ما يتفتحش، عشان كده تلاقي معظم الناس الرزق مقفل معاه، الرزق مقفل، والرزق مقفل من قلوب الناس. مفيش اخ، مفيش اخ، شوف يا بنت مفيش اخ عايل هم اخوه، ولا اخت عايل هم اختي، ولا حد يا نور عين عايل هم حد. نصحى الصبح وحده تنزل، كانوا اثنين ينزلوا يحلبوا،
اول بهيمه تتحلب تاخدها وتطلع. شوقتيني والله يا ماما، قعدت سرحت كده وقلت يا لو نروح ونقعد هناك. نقعد يا نادي نقضي الشتويه هناك لبن، ووحده تغلي الشاي ابو لبن، الهايش قبل لا يخلص نخبزوه، نعمله نفتل من السنه للسنه يا نور عين. ونفطر الصبح الساعه 7 وكل واحد يروح مط مشواره يقضيه، نقوله بعد بكره نعملوا الحاجه، بكره نعملوا الحاجه، بعد نسوي الحاجه، لا حاجه الحاجه نقول البدريه منسيه يا نور عين. ويجي قبل ليالنا الظهر نكون مالين القانون دمس ومولعين عليه، وعلاقة العيش وتجمري يا نور عين، والبصل يجيك من الغيط، والحلبة تجيك من الغيط، والفجل الجميل يجيك من الغيط يا نور عين، والخير الحلو يا نور عين يجيك من الغيط، ونجيبوا اللي في الديه ونتركوه ونعملوه يا نور عين، ونخلل وكل مش تاكلي وحدك يا نور عين، توكلي جيرانك وتوكلي حبايبك يا نور عين، وتاكلي والخير مال الدنيا. طلع الناس اللي حضرت ايام ماما سناء، طلعها كلها خير، طلعها كلها رضا. بقيت يا غالي نعمل حبه الجبنه، كل اللي معامل معاش بهايم يدوق خير البهايم في الشتيه يا نور عين، وتودي للي محاربش بهايم تودي له لبن، وتودي جبنه، وتودي سمنه، والدنيا كانت بخير، وكان ربنا مبارك في القليل كان كتير يا نور عين، وكانت الناس بخير. فين يا نور عين دلوقتي الدنيا والخير؟ على رأيك والله يا ماما فين الدنيا والخير يا نور عيني؟ اللي عايزرع حاجة دلوقتي عايزرعها وسط الزرع قوم يضاريه، اللي يزرع له حبة فجن يزرعهم وسط الحاجة يضاريهم عشان ما يديش جار. محدش بقى يحب الخل لحد دلوقتي، محدش دلوقتي يا نور عيني. الدنيا كانت زمان بخير، وربنا يصلح حال القلوب وينور البيوت بالخير والسعادة يا نور عيني، ويبارك لكم في ولادكم يا نور عيني. وعاوزة كل اللي تطلب طلب من زمان تقولوا لماما سناء، وماما سناء تجاوبهولي، وتكتبوا لنا بقى في الكومنتات نروح السنة دي نقضي الشتاء هناك ونصور لكم فيديوهات ولا نقضي الشتاء هنا. واكتبوا لي في كومنتاتكم، وعاوزاكم تدخلوا على قنوات ماما سناء وتدعموها باللايكات يا نور عيني. أهم حاجة اللايك. وكل شتاء وانتوا طيبين، وكل شتاء تحت البطاطين نايمين يا حبايب ماما سناء يا مسكرين.